يتعلق بكثرة قول علي الطلاق جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الرجل إذا قال علي الطلاق في أمر سواء كان حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، حثا أو منعا علي الطلاق أفعل كذا، علي الطلاق ألا أفعل، علي الطلاق أنه حصل، علي الطلاق أنه ما حصل، علي الطلاق افعلي، علي الطلاق إن لم تفعلي، علي الطلاق أن تصدقي، وما إلى ذلك من الكلام. يعني أحيانا يعني أحيانا على وجه ما له معنى يجي يقول لزميله علي الطلاق تعش عندي، علي الطلاق ذبيحتك علي، علي الطلاق خذ كذا. وهذا استهتار واستخفاف بهذا الرباط الذي عظمه الله تعالى وجعله محلا للإجلال والتقدير والصيانة والحفظ، وجعلها كلمة تصان وتحفظ وترعى حقوقها. إذا قال الإنسان عليه الطلاق في أمر، فالأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه إذا خالف ذلك فإن الطلاق يلزمه، سواء كان يقصد التهديد أو يقصد الحث أو يقصد المنع أو يقصد تصديق أو التكذيب أو يقصد تعليق الطلاق، ما في فرق. إذا قال علي الطلاق إن لم تفعلي كذا أو إن فعلتي كذا، فالأئمة الأربعة والذي عليه جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا على أن ذلك يقع. ولذلك أنا أحذر من العبث بأمر الطلاق. أما إذا قال أنت علي حرام إن لم تفعلي كذا أو أنت محرمة علي أو تحرمين علي، فهذا مما أنكره الله تعالى على نبيه في تحريم ما أحل الله له. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فلا يجوز المؤمن أن يحرم ما أحل الله له. فتحريم الزوجة وهي حلال هو من جملة ما نهى الله تعالى عنه، وعليه التوبة إلى الله تعالى منه ويكفر عنه كفارة يمين. فليس هذا طلاقا على الراجح من قولي العلماء، ولكنه آثم يجب عليه التوبة منه إذا قال أنت علي حرام إن لم تفعلي أو أنت علي حرام إن فعلتي أو ما أشبه ذلك.